رح خليكم مع بعض 10 دقايق بس. أنا قلت خليك تقعد مع المحامي شوي قبل ما رحلك. يعني أنا ما رح ضل هون؟ لا، حاولت خليك أطول فترة ممكنة عندي، بس المشكلة ما استفدت شيء وتهمتك مو من اختصاصي. كتر خيرك يا سيادة المحقق، والله أنت ما قصرت بنوبي، أشهد بالله. بالإذن، خذوا راحتكم. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. شرف أستاذ شرف، تفضل. يلا تفضل. إيه أخي راضي، السيد المحامي هون وكل لك يا عمك عزو. والله ما بعرف شو بدي لكم. لا تقول شيء، المهم تطلع من هون وكتر خير الله. سيد راضي، بدي اياك تحكي لي كل التفاصيل، لانه بصراحه وضعك صعب كثير، بتهي ملابستك لبس. معقول يا ابو رضوان؟ معقول؟ المال بيعمل قلب، اللهم عافينا. بعدين منين لوين يجي عبد الله من البريه وياخذ الاوليه؟ شو بفهمه بالسوق والتجاره؟ لك حاجه بقى حاجه، خاف الله. عم تحكي على الزلمه، كل شيء عم تحكيه ما له اصل. بعدين وينها؟ نحن كل عمرنا ما شفنا من بيت حراري الا كل خير. الناس هيك عم تحكي. والله انا مع ابو رضوان بهذا الحكي. لا تحكوا حكي لك اخي مالكم متاكدين منه العمى. لك الناس كلياتها هيك عم تقول، شو بنا؟ لك شو بدك بالناس؟ هذا الحكي كله ما له اساس من الصحه. فمين بتصدق، الناس ولا شحادة صاروا لابو طلال كبير السوق؟ لا والله يا شحادة، بهيغ انت غلبتني هلا. سيد راضي، مالك متذكر اي تفصيل ولو حتى صغير لنعرف كيف وصلوا الوراء لدرجك الخاص؟ لا والله. تذكر؟ دقيقة، تذكرت شغلة. أنا نسيت ورق العلامات بخزانتي، رح أنزل جيبهم. بتمنى ما تعملوا بوجهي. إيه؟ أبو علاء. نعم نعم أستاذ. مسكة مفتاح خزانتي. نعم. بتجيب ورق العلامات؟ تيجي. إيه حاضر أستاذ، على عيني. يلا يلا. ورجع لك المفتاح؟ إيه. طيب برجع لك يا بعد قديش؟ هلا هو طوّل واستغربت بوقتها، ولما سألته قال لي إنه أصلا جمعوا المفتاح. بس ليش لحتى الأذن يعمل هيك معي؟ هلا شوف سيد راضي، احتمال مو الأذن، احتمال الأذن يكون أداة بإيد حدا تاني حابب يورطك، حابب يضرك، الله أعلم. هلا منين بنبلش؟ رح نبلش من امانه السجل المدني.